يوم الجمعة راحة، كان اليوم صلاة الجمعة واستعدينا إن شاء الله تغدينا، وديما احنا تنفكر كيفاش العود واش عنده خاص يتسمر، الحالة البدنية ديالو، السروزة، الركاب كيفاش الحالة ديالهم، واحد بغى يمشي للدوش، واحد بغى يتنقى، واحد سميتو باش نهيئوا الفينال إن شاء الله. وغدا السبت تيكون معامل في واحد لحد في زوج، نتمنى والله يكون جائزة الأولى من النصيب ديالنا، ونتمنى خير إن شاء الله لجميع الركاب والمقادم كامل إن شاء الله. الخيل بكل ما هو راشد على الياقوت هو اللي كيسير الفرقة ديالته، وهو اللي كيمول، هو اللي كيصرف، وتبارك الله عليه، لأنه راشد الياقوت ماشي ساهل. كي قلت من هاد التصرب كلهم، هاد العشرة اللي كاينين اللي غيلعبوا النهائي كلهم في المستوى، وغادي غتكون كيف كانوا بالدارجة، غتكون الفراجة معاهم، يفرجوا الجمهور. إذا حتى على مستوى اللباس كنلاحظوا راشد الياقوت دار إقصائيات مزيانة، لا صعيد جهة ولا على صعيد الجهات، ما بين الجهات هنا بدار سلام كان رائع، وكينافس على اللقب، على الميدالية الذهبية، وربي يوفقه. إذا الجمهور تجاوب مع هذه الطلقة لأول صربة، هي صربة رشيد الياقوت. عنده حتى هو المشجعين ديالهم من الجهه اللي كانت القرصه الاولى باش تفتح المحرك كيف كنقولوا، كانت قرصه في المستوى، غادي كل شيء غادي يجي، كل شيء غادي يجي ان شاء الله، كل شيء يضرب في القات مزيانين. هذا ما نتمناه. وايضا الان سيكون دور لاسامه العسري، اسامه العسري يحتل المرتبه الخامسة، يمثل جهة تربيضاستات المحمدية. الآن مع جمعية فرصة أسامة العسري شويتي عنده وي، صعب جدا أنه كان القوي، يمكن أنه سبق تلقى ورشيد الياقوت، كانت تلقى ديالو المجموعه كامله كانت صربه على اتم الاستعداد. نعم رشيد الياقوت كان الرتبه الرابعه، وكان حتى هو كيتنافس على اللقب، وركب القرصه هذه شويه غتكون خرجته من المنافسه. راكب سي الجلالي على شنو طلقه البارود الثالثه، شنو كتبقى تفكر؟ الثالثة كي خصك تختمها تكون أحسن من الأولى والثانية، باش خصك تهبط على قرصة مليحة، قرصة مزيانة. إيوا نتمناو يكونوا قرصات ملاح بعد والله. طلقة البارود الثالثة رشيد الياقوت. رشيد الياقوت كان كاتريام البارح، كان رابع رشيد الياقوت. رشيد الياقوت مزيان، كان كيشرف الجهه ديالو، وعندو القرصه الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه، يمكن الاولى والثالثه كيتشابهوا، وعندو القرصه الثانيه كانت ناقصه شويه. من المحمديه مع جمعيه فرسان سناتا للتنميه والتضامن لقيت القدم.